طبعا سلمى، بالفقرة الأولى راح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم. طبعا مثل ما بنعرف إنه كل شخص بيكتسب أو بيمتلك مهارات، طبعا سلمى بتختلف عن مهارات الشخص الثاني، لهيك بيمرق بحياتنا مثلا مجموعة من الطلاب أو الأشخاص عم بيعيشوا نفس الظروف. شخص سلمى بتلاقيه ناجح ومبدع، شخص آخر بتلاقيه للأسف ما رح نقول فاشل، ما نفس المستوى يمكن بالنجاح او حتى اقل شوي. قديش شفنا هذا الشيء بحياتنا كثير، ويمكن هي بيقولوها انه في شخص عنده قدره يطور مهاراته وشخص لا. حتى في شيء سلمى بيقولوا فطري وفي شيء مكتسب، المهارات كيف تختلف من شخص لاخر وكيف مندير هي المهارات بطريقه صحيحه رح نعرفها اكثر مع الدكتوره لبنى بشاره، خبيره بالتنميه الاداريه. صباح الخير لبنى. صباح النور. كيفك؟ تمام، نشكر الله. صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح النور، ان شاء الله هيك ايامكم دائما تفاؤل واشراق مثل اليوم. ان شاء الله على طول. شكرا لك. خلينا نبلش بالبدايه مع حضرتك ونحكي شوي عن تعريف المهارات الحياتيه وهذا المفهوم بشكل عام. المهارات الحياتيه او السوفت سكيلز، يعني المهارات الناعمه او مهارات النجاح، هدول ثلاث اسماء لنفس المصطلح. هي بتعبر عن انماط سلوك الافراد، نمط السلوك اللي بيستخدمه من اجل حل مشكلاته بالحياه، من أجل الإجابة على تساؤلات بتمرق معه، من أجل التعامل مع الأشخاص المحيطين فيه. فإذا هي شخصيتنا، بتعبر عن شخصيتنا، لكن ليش نحن كتير ركزنا عليها؟ لأن هي بتساعدنا بمجالات معينة لنكون أكثر تميزاً، يعني فبتعطينا قيمة لوجودنا أكثر من الأشخاص البقية. فلذلك اسمها مهارات ناعمة، مو مثل وقت عم نوصف أشخاص بشكل عام شو شخصيته شو طبيعته، لا، في مواصفات محددة بتكون بهذا الشخص بتفيده بالحياة العامة وبالعمل كمان. مثل وقت نحن مثلا نقول، لنعطي أمثلة، إنه هذا الشخص اجتماعي، أو مثلا بالعيلة بيكون في دائما أشخاص، إذا العيلة شوي كبيرة بنقول هذا الشخص حلال المشاكل، أو الدينامو تبع العيلة، هو اللي بيتصل بالكل بيسألهم عن أخبارهم بيجمعهم. هدول هن العالم اللي نحن عم نحكي عليهم اليوم. تمام. طيب اليوم دكتوره، اليوم بنشوف يمكن كل شخص مثل ما قلنا بيختلف عن الثاني، سواء بطريقه حله للمشاكل، التعاطي مع الاخرين وغيرها، قد ايه هذا الشيء ممكن يكون فطري؟ ويمكن المهارات الايجابيه، المهارات الجيده، كيف ممكن يصقلها لحتى تصير اسلوب حياه معه؟ بالبدايه هي المهارات ممكن تكون فطريه وممكن تكون مكتسبه، وهذا الشيء الايجابي انه نحن لو ما عندنا اياها بنقدر نكتسبها. ففطريه لانه ممكن تخلق مع الشخص بطباعه، ممكن يتعلمها من عائلته فتصير مكتسبه، لكن من العائله خلال تربيته هو من هو طفل صغير ويكبر. لكن لما الشخص يصير شوي مثلا بعمر ال 15-16 ويلاقي انه هو عنده شويه مشاكل بهي الامور، او حتى اكبر بال 25 مثلا لما يصير هو ضمن نطاق عمل، يلاقي عنده ضعف بهي النواحي، فاكيد هو لازم يحسن منها. سالتيني كيف ممكن نطور من هي النواحي اذا ما كانت فطريه؟ اول شيء الشخص لازم يعمل تقييم بسيط. هذا التقييم يعرف شو مشكلته، شو النواقص اللي عنده، يعني مثلا هو ما نوع اجتماعي، هو بيعصب، هو ما بيسمع كثير للاخر، يعني دغري بيقاطع الثاني، او مثلا عنده هيك شويه حركات وقت الواحد يحكي بتكون حركاته مو كثير مضبوطه، فبتاثر سلبا على الشخص اللي مقابله اللي عم بيحاكي. هلا هذا التقييم كيف بيقدر يعمله؟ بجوز هو ما يكون كثير واعي، لانه كثير عالم بتكون عندها مشاكل ما بتعرف، ما انا واعيه لها. بيساعده فيها ملاحظات العائله او الاصدقاء، ممكن يقولوا له انه طول بالك، فاذا حسن عم يقولوا له كثير طول بالك معناته هو شخص بيقاطع او سريع الغضب. تمام، بده يكون هو مقتنع انه هذه الملاحظات صحيحه. طبعا، بس هي كيف، اذا هو بالاول بدنا تفكير موضوعي شوي، الواحد ليوقف عند ذاته يقيم حاله بده يكون شوي موضوعي، فيراقب هي الملاحظات كلها، يقول انه كثير بيجيني ملاحظات على موضوع كذا. هي نقطة. نقطة ثانية، بجوز رفقاته ما يعطوا ملاحظات، ليش؟ يكونوا مثله. لأنه مثل ما بنعرف نحن بشكل عام بنقول الطيور على أشكالها تقع، فالناس اللي هن مثلا مندفعين بيكونوا مع بعضهم، الناس اللي هن هادين مع بعض، حلالين المشاكل اللي بيفكروا، تمام؟ فنحن ممكن نعرف حالنا من أصدقائنا طبيعتهم أو من الملاحظات اللي بيقدموا لنا إياها هن والعائلة. فأول نقطة لنطور ذاتنا هي تقييم حالنا.
تاني نقطة إنه نحن بس نعرف وين المشكلة الموجودة عنا، فنحن بدنا نركز عليها. هلأ كمان بدنا نقول كيف بدنا نركز عليها لنطورها. أولاً نقرأ عنها، نفتح نت، نشوف يوتيوب، نحضر دورات، هذا كله بيساعدنا. طيب هل يا ترى، هي دايماً بتجيني استفسارات وأسئلة عنها، إنه بدنا نحضر دورة بس بدنا نستفيد. مظبوط، أنتوا راح تستفيدوا، لكن بالأمور السلوكية وقتية مو معلومة. وقت عم نعطي شيء لنطور سلوك، السلوك بحاجة زمن وتدريب. فمعناته بنحضر دورة لناخذ المعلومة، لكن لنستفيد بدنا نعملها ممارسة وتطبيق. وهذا اللي كان بيسألك عنه دكتورة، يعني اليوم في كتير أساليب ممكن الأشخاص يطوروا مهاراتهم فيها، ولكن البعض ما بيعرف يستخدم هاي الأساليب، أو بيتلقاها بيسمعها بس ما بيقدر يطبقها على أرض الواقع. كيف الشخص بيقدر يعمل هاي المقاربة بين أنه عرفان أنه هو عنده هاي المشكلة ويقدر يستخدم هذا الأسلوب ليطور مهاراته فيه؟ أول شيء هو لما يكون موضوعي ويعرف أنه عنده هالمشكلة، هي أول شيء حطينا أجرنا لنقول ببداية الطريق الصحيح. تمام. هلأ بعدها ليعرف حاله أنه تطور، أولاً في مجموعة معطيات بتفيده، بحس الملاحظات قلت بهذا الموضوع عنه. ثاني شيء هو بيكون بجوز عم بينضغط أكثر، يعني أنا لما أمارس عادة مو هي من عاداتي، عم بدرب حالي عليها، عم بكون ماني كتير مرتاح مثل قبل، بعصب على راحتي وبحكي وقت بدي، فبكون انا هون عم بحس حالي انه عد للعشرة يعني قبل ما تعمل اي تصرف. هي النواحي وقت انا اكون شوي عم بحس انه عم بضغط حالي باي موقف، معناته انا فعلا بلشت اتصرف بهذا الموضوع. لما تمرق فترة وانا عم بتصرف بهي الطريقة، هو الزمن كفيل بانه انا اكتسب عادة. فهي النقاط هي اللي بتخليه تعطيني مؤشر انه انا فعلا صرت افضل او لا. بعدين مو قلنا بده يكون نوعا ما شخص موضوعي، فكمان هون بهي مراحل التطور هو رح يحس حاله انه هو فرق، ممكن يسأل رفقاته. تمام، ممكن يحس انه انا يعدهم انه موقف كذا وكذا وكذا انا ضبطت حالي. تمام تمام، يعني هون دكتوره فينا نقول قبول المجتمع او الافراد اللي هن بشكلوا مجتمع الشخص قد ايه بياثر على طريقه تعاطي الشخص مع المشكلات او مع الجوانب اللي هو اصلا حابب انه يغيرها بحاله نتيجه المجتمع المحيط فيه. هلا كل هذا الموضوع اللي عم نحكي فيه هو مشان المجتمع يتقبلنا ونحن نشعر بالانتماء. يعني اولا المجتمع في عنا عنصرين، انا والمجتمع. ليكون في اندماج المجتمع بده يتقبلني، وانا لاقدر فوت بالمجتمع بدي كمان اقدم بعض التنازلات او تغيير من سلوكياتي. هلا لما تصير حاله الاندماج هي، بيكون الاثنين عم بيحققوا لنقول اهدافهم. طبعا. سواء عم نحكي مجتمع وفرد او منظمه مؤسسه عمل يعني وفرد، هدول الاثنين هلا العمل له اهدافه وله ثقافة المنظمة لنقول، اللي هي عاداتها وطرق التواصل وحتى النمط العام لإلها، مثلا طريقة الاجتماعات، طريقة الحوار، طريقة التواصل مع المدير الأعلى أو المرؤوس، يعني الشخص الأقل مني بالسوية بالعمل كمستوى وظيفي عم نقول. ففي طرق بتكون هي من صفات هالمؤسسة كيف بيتعاملوا فيها. هلأ لا أشعر أنا بالاندماج بيني وبين أي كتلة أفراد أو جماعة، فبدي أنا انخرط فيها، أعرف هي شلون بتصير. اللي بيساعدني بهذا الموضوع هو السوفت سكيلز اللي عم نحكي عليها هلا. فإذا بدنا نعرف شو أنواعها لنفوت أكثر بالموضوع، شو هي مثلا؟ أول شيء مهارة التواصل. كثير بنسمع عن التواصل، لكن إذا بدنا شوي نصنفه، التواصل شو هو؟ هو عبارة عن تواصل بالكلام وتواصل بحركات الجسد اللي هي البادي لانجويج. التواصل بالكلام هو الإصغاء، فن الإصغاء ومهارة الإصغاء، وحكينا مرة عنها بحلقة سابقة. فهي مهارة الإصغاء في لها مجموعة معطيات، إنه مثلا ما أقاطع الشخص، إني أطلع بعيونه لكن مو بطريقة لنقول نظرة ثاقبة. هي النظرة بتحسس الآخر بعدم الأريحية أو أنه بالهجوم عليه، فبدها تكون نظرة مريحة وما بتطلع على عين واحدة. تمام، بتطلع على المنطقة الوسطية تقريبا، هي المسافة. فهي بتساعد كتير وبتريح الآخر أنه أنا عم بسمعك وأنا مصغية إليك، لأنه دائما في ناس بتفرق بيقول لك أنه والله
رحت عم بحكي معه بس مو داير لي تمام. مو داير لي بال. حتى النظرة في بتعطي كتير إيحاءات إنه هي ممكن تكون نظرة مفرغة، أنا عم بتطلع فيه بس مخي مو معه. تمام، هي بتكون هي إنه أنا ما فهمت شيء بس ما عم يزور. تماما. فإذا في عنا فن الإصغاء، فن الحوار، حتى النبرة وقت أنا أكون عم بسمعه وقل له إنه إيه، أو بين ما قله إيه انه مش خلص يلا يعني. تمام. ففي كثير يعني معطيات بتكون مفيده بهذا الموضوع. تمام. هلا بالبودي لانجويج لنقول هي حكينا على الشيء اللي فيه كلام، اللي بدون كلام اللي هو البودي لانجويج اللي هي حركات الجسد، الايدين، الوجه، و هدول اذا قلنا كل شغله لحال وبعدين كلهم مع بعض. لانه اوقات حركات الوجه مع الإيد بتعطي غير إيحاء إذا كانت هي بدون حركات الإيدين. فهدول الأمور كلها بتساعدنا كتواصل، كهي أول مهارة من مهارات السوفت سكيلز. كمان دكتورة منصادف أشخاص نحن منحبهم فعلا وهن قريبين مننا، لكن إذا بنوجه لهم أي انتقاد مهما كان الأسلوب لطيف أو انتقاء المفردات اللي ممكن نحن نوجه لهم فيها هاي الملاحظة، فبتشوفي ردة فعل أنا هيك، هاي الكلمة كتير منصادفة، ونحن بنفس الوقت منحبهم ما بدنا نخسرهم، وبنفس الوقت ما بدنا نشوفهم أمام خسارات. فكيف ممكن نحن نقنعهم بطريقة صح، طريقة لطيفة يمكن، أو حتى نقدر نحن ناخذهم على أول الطريق بما أنه أمرهم بهمنا؟ هدول الأشخاص أولا اللي أمرهم بهمنا هنين بدهم يكونوا حدا من العائلة أولا أو رفيق كتير مقرب. أكيد. أكثر من هيك يعتبر تدخل بخصوصيات الآخر وخصوصا بوقت نهاد. هلا أول شيء بدنا نشوف هل نحن بظرف فيه ضغوطات كتير ولا أكيد. طبيعي؟ أكيد. إذا كان فيه ضغوطات كتير ما فيني أضغط على الشخص الآخر بأنه هو يعني يغير من سلوكياته، لأنه تلقائيا الشخص بده يفرغ، لكن أنا ممكن أدله على طريقة تانية يفرغ فيها هي طاقة الغضب الموجودة عنده. مثلا أنه نعمل رياضة سوا. تمام. فأنا هون ما بكون عم بقول له حاجة تعصب بشكل واضح، لأنه هي رح تزعجه، رح يحس حاله أنه هو شخص سريع الغضب ومتوتر وما عنده قبول، ما في له قبول بالبيئة حاليا. فأنا ما بقول له إياها مباشرة، أنا إذا بدي فيده باخده على نواحي تخفف من غضبه، تعمل له ريلاكس، فتلقائيا هو ما عاد بقى يكون في عنده سرعة انفعال على أمور الثانية. تمام. فأنا إذا بدي فيده بدي أخده مثلا نروح نعمل رياضة أنا وياه، أو نحكي إذا أنا هو مقرب مني ولازم يكون هيك إذا بيهمني أمره، فأنا بحكي عن المواضيع اللي هي زعجته بطريقة بسيطة، مو إنه قل له هيك بصراحة وبوضوح تعال نحكي بالموضوع الفلاني. تمام. لا، ممكن نكون قاعدين بجلسة كتير لطيفة إنه صحيح شو صار معك بهذا الموضوع، عن جد أنا رفيقي صار معه هيك وبتعرف إنه تعامل بالطريقة كذا كذا، فباخده على نواحي بدون ما أقول له أنا عم بنصحك. تمام. بدون ما أكون أنا منظر لإله. تمام. أنا بدي أكون محاور بس لكن ماني منظر لإله، لأنه الحكي سهل أما التطبيق هو الصعب. دائماً. تمام. دائماً صعب. فبهي الطريقة أنا ممكن غير من عادات، لكن تغيير العادة بده وقت، هي إشكاليتها، لكن نتائجها كثير بتكون مهمة بالنسبة لنا. أكيد. دكتورة بختام حديثنا شو أبرز النصائح اليوم بتحبي توجهيها لكل شخص حابب أكيد مثل ما حكينا بالبداية إنه هو يطور من مهاراته بالحياة؟ بدي أقول شغلة إنه ما نو صعب تغيير العادة، وأفضل شيء إنه أتعلم من الأشخاص الناجحين. الأشخاص الناجحين كل شخص فيه عادة مهمة مميزة أنا لازم أكتسبها منه أتعلم منه، هي أول نقطة. ثاني نقطة بدي أقوله إنه السوفت سكيلز هي بحر من المهارات، أنا أكيد ما لازم وما ضروري كون أنا بمتلكها كلها، لكن في أساسيات منها، هي التواصل، هي تعلم التفكير، لأنه السوفت سكيلز هي شيء سلوكي وشيء ذهني. طبعا. بدي أخذ جانب سلوكي وجانب ذهني، بدنا نركز على موضوع التفكير، يكون أنا عندي تفكير شمولي وموضوعي، وهو كمان حلاوته أنه نحن بنقدر نكتسبه ونتعلمه كمهارة، بدنا وقت لكن بنقدر. أكيد. يعني دكتورة لبنى بدنا نقول لك شكرا على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها وعلى هذا الدفع المعنوي اللي نحن فعلا وأي شخص اليوم بهي الظروف هو بحاجتها. كل شخص بيمتلك مهارات فردية كتير كبيرة، لازم يعرف قدراته وين وبيشتغل عليها. شكرا لك. شكرا لكم، بتمنى لكم نهار سعيد. شكرا لك دكتورة. شكرا.